السلام عليكم، تحية طيبة لكل من يشاهدني. وياكم محمد من قناة إراكي تيك، أهلا بكم في فيديو جديد. ظهر أن سامسونج منها بيتخلص هاي السنة على خير، وبالأخص بعد تسريبات عن هاتف S10 لايت. فيديو اليوم هو عن هاتف S10 لايت، خليكم ويانا. نبدأ بالشاشة. الشاشة راح تكون بحجم 6.7 إنش من نوع سوبر أموليد بدقة الفول HD بلس. اما بالنسبه لمعالج S10 لايت، المعالج راح يكون من نوع سناب دراجون 855. اما بالنسبه للرام وسعر التخزين، فالهاتف راح يجي برام بسعر 8 جيجا بايت وسعر تخزين 128 جيجا بايت، والهاتف يدعم تركيب كرت الذاكره الخارجي حتى 1 تيرا. هاتف S10 لايت راح يجي بثلاث كاميرات خلفيه، الكاميرا الرئيسيه بدقه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.0، والكاميرا الثانية بزاوية عريضة جدا بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة f2.2، وكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة f2.4 وهي مخصصة للتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية تجي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2. نظام التشغيل راح يكون الاندرويد 10 مع واجهة سامسونج One UI 2.0. أما بالنسبة لبطارية S10 Lite فراح تكون بسعة 4500 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، وأكيد مع منفذ الشاحن الـ USB-C. أما بالنسبة لسعر الهاتف يكون $752. شنو رأيكم بالهاتف؟ اكتبوا لي بالتعليقات شنو أكثر شيء حبيتوه بالجهاز، وشنو الشيء اللي ما حبيتوه. إلى هنا يكون خلص فيديو اليوم، أتمنى عجبكم، وإذا عجبكم فلا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى توصلكم الفيديوهات أول بأول. أشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.